شوربه الجزر. اوكي الميكس بتاعنا ايه بقى؟ جزر وايه النهارده؟ هيبقى جزر وكرفس. يلا بينا اقول لكم المقادير. محتاجين 3 جزرات وهنشويهم في الفرن، يدخلوا الفرن يتشوي. بطاطسايه واحده مكعبات وتتشوي برضو. 5 فصوص ثوم مشوي، كل ده دخل الفرن خلاص وطلع من الفرن. ربع كوبايه كرفس بس ده مش مشوي. بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، ربع كوب من كريمه الطهي، زبده وزيت ومرقه وملح وفلفل. المرقه الكريمه بنشيلها اذا مش عايزين كريمه او عايزينها خفيفه او صحيه. يلا بينا. اول حاجه بعد ما بشوي الجزر والثوم وكل والبطاطس اتشووا ودخلوا الفرن وطلعوا مشويين ومستويين، بس اللي بعمله ان انا اصفر البصلايه. نحط شويه زيت على حبه زبده، تبقى الثوم المشوي كده مع والثوم العادي، وممكن تشيلوا الثوم العادي، كفايه الثوم المشوي، الثوم اللي ما اتشواش يعني. وبعدين هنزل بقى بالخضار اللي اتشوى. طعم الجزر وهو مشوي والثوم وهو مشوي بيدي الشوربه دي نكهه مدخنه كده خطيره. وادي البطاطس، ما تكتروش برضو البطاطس قوي عشان ما تتقلش مننا بزياده. هحط شويه كرفس حلوين لان نكهه الكرفس هنا مميزه جدا. كل الخضار زي ما انتوا شايفينه مستوي، فمش الشوربه دي مش تاخد وقت خالص على النار. هحط دلوقتي المرقه، ودي مكعب مرقه، ولو انت عندك مرقه في الفريزر فكيها واشتغلي بيها. حطينا الشوربه، يا دوب الكلام ده يغلي كده ويبكبك مع بعضه وهتبقى استوت. نضربها في الخلاط او نضربها بالهاند بلندر وخلاص. رشه ملح ورشه فلفل اسود، نكهه الثوم، البصل، نكهه الخضار اللي اتشوى كله هي اللي انا عاوزاها، فمش عايزه بهارات كتير خالص، عايزه استمتع بطعم الخضار. عندي كمان شويه جزر هنا عشان ايه؟ قلنا ما نهدرش، نحطهم في الشوربه علشان بزياده عنبه اللي احنا كنا بنعملها مع بعض. ضربتها كويس قوي ضربه محترمه وصفيتها، وبعد كده هتبقى ناقص ان انا احط لها مكعب زبده كده للطعم. هحط لها كمان شويه ملح وفلفل بالشكل ده. شوربه حطينا لها حته زبده وشويه من الملح والفلفل. تعالوا نحط لها شويه كريمه. بصوا يعني قوامها تقيل، مشبعه جدا بس لذيذه قوي. تحسوها متضايقه على العدس شويه، بس هي مش عدس خالص، طعمها تحفه وتقيله كده عشان احنا حاطين لها بطاطس. وطبعا الكرفس نكهه رهيبه مع الجزر. الجزر بالكرفس، بسم الله. كالعادة نحط تاتش بس الكريمة علشان يدينا الشكل مش اكتر، الالوان.